كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بهذا الفيديو راح لعب لعبة بيكا اكس تي اكيد يا جماعة. واليوم يا جماعة طبعا حصلت على بدلتين جديدتين ما عليكم، بدلات جديدة يا جماعة صايرة، طبعا هم كانت موجودة وليش اختفت. المهم طبعا يا جماعة اول شيء قبل افرجيكم اياها كيف حصلت عليها وكثير ما بعرف شو بدي اقول، كثير متحمسة. المهم اشتركوا بالقناة وحطوا لايك بلا مقدمات طويلة لانه كان بدي احكي كثير، لكن يا جماعه خليني اختصر بكلمتين، حطوا لايك واشتركوا لانه هالفيديو عدته 3 مرات، اقصد 4 مرات، لا 3 والمره الرابعه زبط معي، لكن هلا لكن اجا ادمن وصورت معه الفيديو وهذا الفيديو الرابع، هاي المره الرابعه، لا هالمره الخامسه اللي عم صور فيها، ان شاء الله يزبط معي كمان هذا الفيديو، لانه يا جماعه خلص ما بدي اطول عليكم، اذا بدكم يا جماعه السالفه قولوا لي تحت بالتعليقات. اوكي طبعا يا جماعه اشتركوا حطوا لي لايك اكيد فبليز، لانه تعبت عم عيد هذا الفيديو كثير مرات وما بعرف ليش ما بدي يزبط بدي اعيط. يا ريت لو كان الفيديو الاول زبط لانه كانت رده فعلي وكذا واشياء واو، انه لكن ما اختفى الفيديو كذا فجاه، كنت عم صور بعدين فجاه بلاقي الفيديو ما عم يصور. قهر. هلا يا جماعه اشتركوا حطوا لايك، خلينا نبلش. اوكي حطوا لايك اشتركوا لايك، حطوا لايك واشتركوا بالقناة، حطوا لايك واشتركوا بالقناة. يلا اوكي هلا يا جماعة خلينا نبلش. بسم الله. اوكي مين عمل لي مين عمل لي انفيتيشن؟ اوكي ثواني خلينا نعمل بيبليك. ثواني يا جماعة توتر، مين عمل لي انفيتيشن؟ اوكي او ماي جاد ادمن عمل لي، او ماي جاد للمرة الثانية يا ادمن ادمن، عشان رح اخذ معاه صورة لأنه ما اخذت معاه صورة او لعبت معاه ادمن. لا انابل تو تيليبورت، لا ليش؟ اوكي انا اللي رح اعمل له هيك انفيتس كمان لهاي ما بعرف مين وبس هيك، نعمل لادمن كمان هيك بعرف، لكن ان شاء الله يجي، خلي نستنى ادمن ان شاء الله يجي. اوكي ان شاء الله يجي ادمن، فبليز يا ادمن كان يو بليز تجي، بدنا ننور هذا الفيديو بليز يا ادمن. اوليدي لا تقولوا لي انه اجا، لا هي يوتيوبر، لا كنت عم ظن انه ادمن اجا. لك يا ادمن بليز مين هاي اليوتيوبر على فكره؟ ما بعرف ليش عندي اياها بالقائمة الاصدقاء بس اتس اوكي، نيفر مايند. اوكي واو لا كنت عم ظن الادمن اجى لكن طلع هذا يوتيوبر او يوتيوبرة ما عليكم. اوكي رح ارجع يا جماعة لبرايفت سيرفر. ادمن عمل لي فيزيت، تخيلوا شي كتير ناس. المهم يب طبعا يا جماعة ما بدي اطول عليكم، فرح اروح افكر مرة تانية لبرايفت سيرفر عشان افرجيكم بدلات. اوكي عرفتوا بدلات، طبعا صار في بدلتين جديدتين جديدات بدلات جديدة، وكمان يا جماعة في متابعة قالت لي بالتعليقات يا اسراء صاير في بدلات جديدة، فأنا قلت وين هالبدلات الجديدة ها؟ رحت عم فتش، رحت على مكان زائد اللي جنب الجواهر الفلوس وبلشت عم ببحث عم قول وين هاي البدلة؟ وين؟ ما في ولا بدلة، بعدين دخلت فجأة هيك على مكان تغيير ملابس عشان أغير ملابسي، لكن فجأة رحت هيك على مكان بطل، بعدين بلاقي هيك فجأة هدول انصدمت قلت أو ماي جاد وات إز ذات سو جود، انصبرتها هاي ردة الفعل، لا ما قلت هيك، لا قلت هيك أو ماي جاد واو بدلة جديدة شو هاد، بعدين يا جماعة هي ردة الفعل الحلوة ما تصورت، تخيلوا قهر بدي أعيط. المهم عادي بدي صرخ أقصد. المهم طبعا يا جماعة هدول هن البدلات، اوكي رح يعجبوكم اكيد، فطبعا يا جماعة ما بعرف انا حتى كيف حصلت عليها، لكن اشي كتير طبيعي لاني انا يوتيوبر فاكيد بوصلني، وصراحة يا جماعة كمان كتير حرام صراحة، يا ريت يعني حرام عن جد، يا ريت لو كان كمان الادمن بيعطي كمان اللاعبين العاديين، لانه ليش بيعطي بس لليوتيوبر صح يعني. بيعطينا عشان تقديرا لتعبنا وهيك، صراحة الادمن احس هو الوحيد اللي مقدر تعب اليوتيوبرز، لكن انتو كمان بتقدروا
تقدروا تعب تعبنا هيك بتحطوا لايكات، لكن بليز كمان حطوا لايك عشان تقدروا انتم كمان تعبوا. بليز. المهم يا جماعه عندكم هاي البدله، او ماي جاد لك كيف شكلها هيك فيها، لك او ماي جاد واو لك التفاصيل وكذا، فعلما تكبسون هون لكم كيف بتعمل. او ماي جاد جايز تتذكرون تحديث الباركور اللي كان هون هيك تحديث الباركور، كنا زي هيك نتزلج وكذا كانت نطنطي. هلا كمان يا جماعه رح البس كمان معه هذا الهات، عرفتوه حين لبس كمان معه الهات عشان كنت تشوفوه هيك بوضوح يعني ما ادري. اوكي ثواني وينه لو بتعلق. اوكي هيو هيك فايب لكم يا جماعه. هلا يا جماعه رح تلاحظون الشيء لكم يا جماعه، لكو هيك يا جماعة لكو هالأسود هذا مو موجود، لكن لما نضغط هون لكو بيصير موجود، شفتوا عشان إذا سقطنا وكذا لكو هيك بوم ما صار إشي، لكن هيك ما بعرف إيش رح يصير. إني راسي بيوجعني، خبطت راسي يعني هيك بنعمل عشان إذا خبطنا راسنا ما بيوجعنا، لكن هيك رح نخبط راسنا ويوجعنا ونضل نبكي وخبطت راسي. anyways بس يا جماعة هاي البدلة البنفسجية صراحة زي ما قلت في الفيديو اللي ما زبط معاي اللي كنت عم بسجله، كنت قلت انه ليكو هاي بتشبه يا جماعة هاللبسة بتشبه كتير كرتون، ما بعرف صراحة شو اسمه، لكن هاد الكرتون كنت عم طبعه لما كان عمري 5 سنين 6 سنين 7 سنين هيك كنت عم طبعه يا جماعة، بيكون موجود كأنه 5 اشخاص بيكون هيك ناس عادية بعدين بيقولوا الكلمات السرية تبعهم، القوة الخارقة المدري ايش هيك، بعدين خلص بيلبسون هيك بدلات كتير بتشبهها خصوصا بهاي القبعة كثير بيشبهوها، وهيك بعدين هيك بيتجهزوا 5 بيهم، نسيت اذا كانوا 5 او 6 او مدري كم، لكن بيروحوا بعدين يلبسوها ويروحوا يهجمون على الاشرار ويضربوهم با بوم ببر ببو، خارقين احنا بطال خارقين، بعدين بينجحون بيقولوا اوه نجحنا يس قضينا على هذا المجرم الشرير. المهم صراحة نسيت شو اسم الكرتون، لكن كتير بتشبه هاي البدلة هذاك الكرتون كتير كتير. هاي يا جماعة طبعا البدلة في يا جماعة طبعا بدلتين، هاي البدلة يا جماعة اللي كتير حلوة لكم التفاصيل هيك من ورا وكذا اشياء، هاي البنفسجية كمان عجبتني، هاي طبعا افرجيكم ياها اللي هي البرتقالية كمان شكلها كتير حلو، ما بعرف شو رح يصير إذا دمجناهن، لكن رح سوي فيديو أنا عم بدمجهم هدول بدلتين نشوف إيش رح يصير. فليكو كمان هيك، أوكي رح نغير كمان هذا زي هيك، ليكو كمان أورنج كيف شكلها، أوكي ثواني أوكي شوفوا يا جماعة كيف شكله كتير كتير نار، شفتوا كمان هاي الأورنج، فأنا اللي حبيتها هي الأرجوانية أو البيربل، عرفتوا هديك يعني بيربل، لك كيف تمشي، لك يا جماعة هي بتمشي، لك السرعة هيك، لك السرعة مو لك هيك بالأول، خلص انتبهت توني انتبه، لك هلأ السرعة كيف منخفضة ومدري إيش، لكن فجأة توني لك السرعة قاعدة بترتفع، شفتوا يلا ارتفعي يلا هي ارتفعي يا سرعة، دا 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 دا. لا مو راضي ترتفع السرعة بقى، اوكي كتير حبيتهم، اوكي اعتقد هيك رح اخلص هالفيديو، بدي اول شي اخذ هيك سيلفي بيون ترى، كسي بضحك لك كثير بضحك، ضحك كثير شكلي. anyways ما فيني نزل اخ اليوم نزلت كثير، يعني بس راح اخذ هاي الصورة واحتفظ فيها وبس زيك. اوكي I'm not gonna share it on feed. بس يا جماعة هيك رح اخلص هاي الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك، يعني اتأكدوا انكم عاملين هدول الاشياء لايك يا جماعة، لايك اذا ما حطيتوا لايك رح ما بعرف ايش، المهم يا جماعه حطوا لايك واشتركوا، فبليز بليز لايك اترجاكم، بس خلوني انبسط شوي عنجد، انا هلا شوي متحمسه شوي زعلانه شوي معصبه شوي مبسوطه، المزاج متقلب، بدي اشوف كثير تفاعل على هذا الفيديو، اوكي
فسحبكم وباي. ولا تنسوا انه عدت هذا الفيديو اكثر من 4 مرات، اقصد 3 مرات، لكن المرة الرابعة زبط ما قلت، لكن اجا ادمين وكذا. تمام، بس سحبكم واشتركوا وحطوا لايك وباي.